في الحقيقة لسه فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ما زالت مستمرة. وصلنا دلوقتي للأسبوع الثالث من المهرجان. الحمد لله هذا المهرجان يوم بعد يوم بيثبت أنه مهرجان شامل، مهرجان فني، مهرجان رياضي، مهرجان سياحي. بنشوف إقبال من المصريين، بيشوف إقبال من الإخوة الخليجيين، بنشوف إقبال من الأجانب. توافد كبير جداً على كل الفعاليات والحفلات اللي بينظمها المهرجان، واللي يمكن معلنة حتى على شبكة الإنترنت. الحقيقة أجمل ما في المهرجان هو أنه مهرجان شامل لكل أفراد الأسرة، بيناسب جميع الفئات العمرية وكل شرائح المجتمع. استمتعنا في الأيام اللي فاتت بحفلات لمنير وكاظم وماجدة الرومي، وكمان هيكون معنا يوم الجمعة الفنان تامر حسني بكرة تحديداً، ولسه حفلات وعروض مسرحية كتير للنجوم وفنانين من مصر والعالم العربي. وفي الحقيقة يعني يمكن الجميل كمان يعني في النسخة الثانية من المهرجان قصة النقل، يعني أو توفير الدولة لوثائق وسائل نقل للي عايز يروح يحضر حفلة ويرجع، اللي هي زي ما بيقولوا كده حفلة اليوم الواحد. يعني شفنا وعرفنا أن وزارة النقل أو شركة السوبر جيت التابعة لوزارة النقل بتشغل رحلات يومية لمهرجان العلمين، رحلة الصبح اللي عايز يلحق بترجع 4، ورحلة بالليل من 4 بترجع الساعة 2. أتوبيسات فاخرة مكيفة بيتم نقل فيها المواطنين من محطات ثابتة، سواء من العاصمة القاهرة أو من العاصمة الثانية الأسكندرية، منهم لداخل المهرجان جوه مدينة العلمين. وجوه مدينة العلمين كمان في نوع من أنواع التنقل بأتوبيسات كهربائية في داخل المحطات، يعني اللي قريب من العلمين هيقدر يروحها ببساطة، مش لازم يبقى معه عربية أو يعني يستقل وسيلة مواصلات. مناطق المعارض، مناطق الشاطئ العام، كل النقاط الحيوية داخل مدينة العلمين ومحيطها متغطية بالكامل بوسائل نقل علشان تكون في خدمة السادة الزوار سواء عرب أو أجانب أو مصريين. بصراحة كل ده جاي من التنسيق الكبير والدقيق اللي بيقوم بيه كافة الجهات علشان يخرج المهرجان بهذا الشكل المشرف وحالة البهجة اللي سببها للمتواجدين في مدينة العلمين. عشان كده بنشوف طول الأسبوع اللي فات إن هناك تواجد كبير جدا للجمهور، ونسب إشغالات كبيرة في الفنادق من السائحين العرب والأجانب، وأيضا المصريين اللي منبهرين الحقيقة بشواطئهم الخاصة وبجمال الطبيعة وبزرقة المياه وبالجو الأفضل كتير جدا من المدن الرئيسية في حالة الجو فيها. بنصبح على حضراتكم مرة تانية وبنقول لكم صباح الخير يا مصر.